مساء الخير شيخة سعاد. مساء النور، أهلا وسهلا، تفضلوا. شنو أول شيء تسوينه أول ما تقومي من النوم؟ أشرب قهوتي. متى بلشتي مسيرتك بتصميم الأزياء؟ صار لي 22 سنة. شنو أكثر شيء أنت فخورة فيه بمجال عملك؟ إن صار عندي هوية وبصمة بطريقة دراريع سعاد. Who's your idol؟ أي إنسان ناجح بحياته وبشغله كان بي إن آيدل. شنو ينقص المصممة الكويتية؟ في منهم وايد مناقصهم شيء وفي منهم ناقصهم هوية. شنو يميزها؟ طموحها. ليش سرداب 6؟ لأن بيتي أشتغل من السرداب وبيتي رقم 6. What inspires you the most؟ أي شيء بنتج. كورونا شنو غيرت فيك؟ هدتني. لو تقدرين تردين بالزمن، حق أي زمن ترجعين؟ 60s والسبعينات. Your favorite movie؟ غريس. Your favorite city؟ الهند، بمبي. ليش؟ أحب الهند. وصفي لنا your personal style. Classic with a twist. نصيحة تعطينها حق عيالك؟ كله أقول لهم سووا أي شيء تحبون تسوونه بس سووا أحسن شيء فيه. Who's your fashion icon؟ إل ماكفوي مع الفيلم Love Story. شفتي أنا قلت لك قديمة. Your favorite dish؟ أعطيني أسالد وساندويتش. منو أول واحدة لبست سرداب؟ من أصحابي، كانوا شلة بنات وعجبهم اللبس ولبسوه وما زالوا يلبسونه. شنو التحديات اللي واجهت سرداب؟ وايد تحديات، بس ما أركز بالتحديات وايد، أطوفها. When is your next drop؟ Soon، إن شاء الله حق رمضان. إذا كان بيصير تعاون بينك وبين مصمم ثاني، منو تختارين؟ ما عندي أي حد معين، بالأصح أنا أحب أشتغل بروحي. Who's your number one supporter؟ زوجي. Thank you so much يا سعاد. حبيبتي، أهلا وسهلا.